نزوح اللبنانيين إلى بيروت من نار الحرب إلى نار أخرى، فمن غزة إلى بيروت النزوح مماثل والعدوان الإسرائيلي واحد تحت سماء غزة التي لم تعد. ما زال الفلسطينيون يفرون من قصف مستمر وحصار لا يرحم، ليتبعهم اللبنانيون في نفس طريق المعاناة في لحظات مأساوية سيذكرها التاريخ اللبناني. شهد جنوب البلاد نزوحاً جماعياً مريراً، حيث أجبرت الحرب الإسرائيلية الآلاف على ترك منازلهم وذكرياتهم، حاملين معهم أحلاماً محطمة وآمالاً بالبحث عن ملاذ آمن في بيروت. كانت الطرق مزدحمة بالأمهات الحاملات أطفالهن والشيوخ والشباب الذين تركوا كل شيء خلفهم، متجهين نحو العاصمة التي كان يظنون أنها الملجأ الأخير لهم. لكن بيروت التي كانت يوماً ملاذاً للنازحين تحولت إلى ساحة حرب هي الأخرى. أجواء الحرب التي فروا منها في الجنوب كانت تنتظرهم هنا، حيث القصف والدمار والموت كانوا يلاحقونهم كظل ثقيل لا ينفك عنهم. كل زاوية في المدينة كانت تحمل في طياتها معاناة جديدة، وكل شارع كان يحكي قصة فقدان جديدة. فصوت الطائرات يحاصر أحلام اللبنانيين من حال إلى حال. أصبح لبناني الجنوب نازحين إلى طريق غير معلوم نهايته، يعيشون على أمل العودة إلى منازلهم، فحياتهم الآن معلقة باستدامة العدوان. أعمالهم توقفت ومدارسهم تعطلت، ورغم تكاتفهم في استقبال أهلهم النازحين وفتح المنازل والمدارس لتوفير سبل الراحة لهم، إلا أن السماء يخيم عليها الخوف من المجهول. التشابه بين الحالتين يعكس مأساة أجيال بأكملها نشأت في ظل الحروب والصراعات. اللبنانيون الذين نزحوا إلى بيروت تماماً مثل الفلسطينيين الذين نزحوا من غزة، وجدوا أنفسهم في دوامة لا تنتهي من الألم والخوف. الابتسامة غابت عن وجوه الأطفال والنساء، والرجال يتأملون في صمت دمار أحلامهم.